أخبار اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم. من داخل أروقة جهاز قوة المهام الخاصة ومكافحة الإرهاب وبعيون عدسة المركز الإعلامي لهذا الجهاز وعن طريق مكتب المعلومات والتوثيق تتعرف على جوانب هذه القضية الهامة التي تمس الوطن والمواطن. اسمك؟ جاني هود وغاني جاني. جاني هود وغاني جاني. هذا اسمك الحقيقي؟ واسمك الحركي في ليبيا؟ محمد ياسر أبو علاء. محمد ياسر أبو علاء. جنسيتك؟ سورية. ديانتك؟ يهودية. عملك؟ ملازم أول موسى. عملك؟ ملازم أول موسى. أمتى جنت في الموساد؟ سنة 2002. أمتى دخلت إلى ليبيا؟ في عام 2012. الغرض؟ نشر دعوة للدائرة وفتح المسيح فتح الكنيسة. أي كنيسة؟ كنيسة اليهودية. وين تفتحها؟ في بني غازي. أخواني المشاهدين، نظر منكم الانتظار لحين استكمال التحقيقات في هذه القضية الهامة. انتظرونا قريبا. المركز الإعلامي لقسم مكافحة الإرهاب.